فين هنا؟ ايه يا دكتور؟ انا متهيألي ان القتيل بلع بالونتين ودبدوب قبل ما يقتل. بالونتين ودبدوب قبل ما يقتل. الجثة دي اتنقلت من مكان الجريمة الاصلي، بس انا هوصل. كلاشينكوف 819. حاسب يا فندم. كان شرس، اسلحه دمار شامل وعنيف. يا هانم انا مقدر مشاعرك، بس عايزك تتماسكي وتتملكي اعصابك شويه علشان تجاوبي على اسئلتي كلها. انا يهمني اعرف مين اللي قتل ابن حضرتك، ومين حط الدبدوب في بقه. تعرفي ايه عن الدباديب؟ الحقيقه انا عمري ما تدخلت في دباديب ابني، بس اللي عايزك حضرتك تعرفه ان ابني اكس ما كانش طفل عادي، كان بطل. بطل في الدباديب يعني؟ بطل حضرتك بتستهتر بكلامي دي. ايوه كان بطل، ومن عيله كلها ابطال. ابطال؟ طب يا ريت تحكي لي كل حاجه عن اكس وعن عيلته، ولو في دباديب في السكه كده جت احكي برضو عنها. للاسف ما بقاش في دبدوب واحد. اكس كان جده الكبير قائد عظيم، اظن حضرتك سمعت عنه، القائد مدحت الاول. مين مدحت الاول؟ هاتوا الزفت ده. يلا يا مدحت. حضرتك مالكش مدحت ايه؟ لان في 4 مدحت في الدفعه. يلا يا مدحت ما تستهبلش. يلا على فين حضرتك؟ يلا عشان عندنا حرب. حرب ايه؟ وليت ايه في الجو النار ده؟ ده انا مسلخ من تحت الحاجات البلاوي دي. استنوا الويك اند، قالوا الجو هيبقى لطيف. يلا يا مدحت مفيش وقت. ارجوك لا، نفذ الامر يا مدحت. ارجوك ارجوك عافيني ارجوك، انا بخاف، بكره الصحراء وبكره الحسنة، وبعدين السيفتي تقيل جدا جدا، والبتاع دي معصباني. ارجوك عافيني، نفذ الامر يا مدحت. حضرتك انا دخلت غلط، انا كنت كاتب في رغباتي فنون جميله، اقسم لك بالله. انت مطلوب بالاسم. انتوا عندكم 4 مليون جيبه، اشمعنى انا ابو سيده؟ انت مشهور عنك الدهاء والذكاء. بالعكس انا غبي غبي جدا. ما تقولش على نفسك كده، انت جميل. وانا خطيبتك، ارجوك عافيني عافيني. يلا يا مدحت بقى، يلا انت اشطر واحد هنا. يا حاضر حاضر. اقنعي واختار حد غيري من فضلك. يلا بقى اتفضل يا مولاي. مساء الخير. قالوا لي عنك حكايات واساطير. كله اشاعات، اقسم لك كله اشاعات يا فندم. ايه الكلام ده؟ قالوا لي عنك انك محارب. يا فندم محارب ايه؟ انا اصلا مش مقتنع بالفكره، سوري يعني، خلينا نتكلم فير. ازاي احنا نترمي في المعركه عشان حضرتك تدافع عن العرش؟ عرش ايه؟ مش لوجيك الموضوع، سوري. ايه الكلام ده يا عسكري؟ سوري يا فندم. نفذ. حاضر يا فندم. نفذ يا فندم. حاضر يا فندم. سيب بس. نفذ. سيب لحضرتك حاجه من يلا مقتنيات الدوله بس. يلا. حاضر يا فندم، بقى عصبي قوي. يلا. ألفت، هات البنات وتعالي ورايا. حضرتك يا فندم متاكد ان انا هروح للراجل ده؟ اوكي اوكي، حضرتك قائد يعني مرتاح، وجندي من جنودك رايح للراجل ده؟ طبعا. اوكي ميرسي، كان نفسي اسمع الجمله دي، ميرسي قوي. يلا ألفت. ايوه اوكي. يلا يا مدحت، يلا يا بطل. لا حضرتك مش محتاج ان انت تزوم، يعني الحاجات دي خليها للناس التافهه. انت بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا ساتر يا رب، ايه اللي بيحصل؟ يا نهار، ما تحصلش الا النهارده. اوف، تقلبات تقلبات تقلبات. ايه ده؟ هجوم.
جينات البطولة لفرع العيلة اللي كان في ألمانيا قبل الحرب العالمية الأولى. هو إكس ليه أصول ألمانية؟ أوهو طبعاً، هم أصلاً من جلاند بروخ بيشتيه، وجده الكبير الرادي فالر كان له صوالات وجوالات في الحرب العالمية. رودي فولر كان لعيب كورة. تشابه أسماء. ريال ايه والدنيا خربانه بره؟ يا عم اسكت بقى، يعني احنا لو قفلنا التلفزيون الحرب هتقعد يا انت بقى وادرس القوي. ها يا دي بوزك البحر والنحس او زفت القطع. شفت مش قايل لك الاريا اللي انت جابه خربانه حلواني؟ اطلع على العدل بسرعه يلا. لا 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 لا، لازم تعمله الطايق قائد. لازم اعمله انا؟ امنه ظهري. اخبار بره ايه؟ الجيش منتشر تمام؟ تمام كله تمام؟ تمام الحمد لله. الجو حراوي النهارده. ايه ده فيها؟ ايه ده؟ منين ده يا حلواني؟ ما انت تبعنا. من الجيش بتاعنا؟ ايوه. طب شوف اسر سافر امشي ده منه. بس ده تبعنا. ايوه بدل واد ابراهيم عليه 200 جنيه خلصنا حلواني. يبقى يلا يلا قص يا رب. الجيش منتشر ها؟ كله تمام؟ يا جدعان دي اول حرب ليا ومش يلعب. ايه اللي حصل يا حلواني؟ ايه اللي عب؟ ايه اللي حصل؟ احنا بنتهزم ولا ايه؟ بنتهزم مين؟ ده احنا متقدمين. متقدمين ايه؟ امال اعتكر المكبوت دي جرافيك ولا ايه يا حلواني؟ يا جماعه الحرب اللي فاتت امي واختي وبنت خالتي وبنت عمتي وكل الستات اصحاب امها دي ما كانتش حرب، دي كانت حنه يا حبيبي. ابعد يا واد، ابعد يا واد. ترزق معانا ريال، معانا ريال، معانا ريال. الله الله الله. وده كمان يا نهار اسود. لا سايد يا الحين ب 60 ده النصاب. حط الاريال فين؟ هنا يا قائد. ما تقوليش قائد، دي ما بحبش الكلمه دي. ماشي اطلع ربيع. يلا حاطط السلك فين يا حلواني؟ السلك فين يا حلواني؟ السلك فين يا حلواني؟ ايوه قاعد افتكر لحد ما يجي لي صاروخ في اورتي. اخلص افتكر ربيع. معانا ريال، معانا ريال. حاضر حاضر حاضر. توكلنا على الله، غطوني. ها يلا شيلوني وحدوني. ايه يا عم، ايه يا عم انت بتشيان؟ انت بتطول عليا يا حلواني. ارفع وترفع وحدو. خلي بيتك حلواني 100 متر سلك. حلواني ايوه حلو كده. طب ازعقش وركز معايا كده حلو. انت كمان جايب مصوره طريه قوي حلواني في وسط الحرب. ها حلو قوي. اثبت على كده. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا حلواني. ايه الاريال ده؟ انت عدو؟ عدو ده كلام برضو؟ مع عدو ولا الشيطان؟ لا ده احنا حلوين قوي كل ده. اهو انت سيبك من الحرب والكلام ده. بتقدم يا ربيع. ممكن نتفاوض؟ طبعا نتفاوض ونتشاور. وقبل اي حاجه كل شروطك انا موافق عليها، بس شويه بس ثانيه انضف المنطقه عشان التفاوض ده لازم يبقى على رواق. صح ايوه كده. شكلك شقيه حلواني. انا خاين. الله يرحمك يا روجي يا فولر ويبشبش الطوبه اللي تحت راسك. كان بطل بطل بطل. انا ما فهمتش حاجه من الحواديت دي كلها. علاقتها ايه باللي حصل لابن حضرتك؟ هو انت حضرتك بتشمر ليك امامك يعني هتضربني؟ ما انا بتكلم من غير اي ضغوط. الصراع في كوكي بارك زاد جدا وده اتسبب في مشاكل كتيره قوي، وانا حذرته ايام حذرته، بس هو كان للاسف دماغه ناشفه جدا. كان بيعمل ايه في كوكي بارك؟ بص بقى انت بتعمل ايه؟ يعني كان بيعمل ايه؟ كان بيتفسح ولا كان بيلعب مع الدباديب؟ كان شريك طبعا، شريك في كوكي بارك قبل ما يتقتل، والشراكة دي للأسف اتسببت له في مشاكل كثيرة. حلو قوي. مشاكل كثيرة مع مين؟ شكلك فرحان في المشاكل. أنا هحكي لحضرتك. إحنا في يوم من ذات الأيام كنا قاعدين في الفيلا، لا بينا ولا علينا، فجأة طبوا علينا. حلو قوي. كل شيء بقى واضح. يعني حضراتكم
جايين وبتستظرفوا عليا وبتهددوني جوه بيتي وفي الجيم بتاعي. يهددك ايه يا اكس؟ احنا يا دوب بس جايين نوعيك. لا يا حبيبي، لا يا قمر، انا واعي كويس قوي. انتوا شركاتي انما الكوكي بارك انا اللي بديرها، فهمتوا؟ انا اللي بديرها ومش هسمح لاي حد يتدخل فيها. ولما اقول الدوده السحريه تتلغي يعني تتلغي. ايوه بس الدوده السحريه لو اتلغت هنخسر كتير. مالكش دعوه يا حبيبي، مش هنخسر حاجه. المكنه ما كانتش بتتشحن وانا مش عايز اتكلم كتير. خلصنا؟ واضح انك مش مقدر عواقب اللي انت بتعمله كويس يا اكس. انا مقدر كل حاجه واللي عندكم اعملوه اعملوه. يكون في علمك بقى ان في اشاعات بتقول ان انت عامل صفقه كبيره مع شركه كيو الصينيه. دي اشاعات مغرضه يا حبيبي انت وهو عشان يضروا سمعتي في المراجيح. يكون في علمك انت كده بتدبسنا في صفقه مراجيح جديده. اذا تدبس تتحرق تسمعوا كلامي وخلاص. وبعدين انتوا خدتوا وقت الجيم بتاعي بصراحه. يلا يا ابني هنا، يلا يا تخرجوا من هنا، يلا يا احمد بره. شفت الفيديو اللي نزل على اليوتيوب لإكس قبل ما يتقتل؟ فيديو لإكس؟ نزل امتى؟ اهو لسه من نص ساعة. بص بريمي